انا بقول لحضرتك وانا بكلمك من مجلس النواب وفي ما هو المجلس المحترم بقول لك مزح النجاد في المرحلة اللي موجودة دي لم يكن هناك الأفضل منه في لما تيجي النهاردة تشيل اللجنة الخماسية أو تنحي اللجنة الخماسية عن استمرار في اتحاد الكرة، فكان لازم تجيب واحد من مطبخ اتحاد الكرة، واحد يكون ملم بكل أحداث اتحاد الكرة، واحد عنده من الخبرات وعنده من النزاهة الرياضية، لازم تكون تجيب لأن دي مرحلة صعبة جدا. فأعتقد ما كانش ممكن تلاقي أفضل من المهندس أحمد نجاد. ما بقولش الكلام ده لزملتي ليه وصدقت بيه خلال 7 سنين كنت في اتحاد الكرة، بالعكس احنا اختلافاتنا واحنا في اتحاد الكرة كانت أكتر بكثير من محبتنا وصداقتنا، وكان على طول الطريق أنا مجامل على أقصى ما تكون المجاملة، وده ممكن يكون الناس شايفين ده سلبية فيا ولا شايفين أنها إيجابية، لكن أنا مجامل بحكم طبيعتي كفلاح ونشأة الفلاحين وابن عمدة وتربيت في قرية وأهلي كلهم يوم حق عليا، فخرجت لقيت أن المجاملة دي حياتنا. في وقت المهندس أحمد مجاهد المجاملة بند المجاملة مش موجود في حياتنا، رغم برضو ان هو ريفي برضو وابن عمد وابن اصول وكل الكلام ده، لكن كنا زي شريط القطر ما بنتقابلش، لكن بيجمعنا الاحترام، بيجمعنا ان انا بحترمه جدا وبيحترمني جدا، نختلف او نتفق مع بعض في امور معينه، لكن الفيصل كان لازم اقول لك ان افضل من يتولى في المرحله العصيبه اللي احنا موجودين فيها وانه يدير اتحاد الكوره هو ايه سبب ان اللجنه الخماسيه كانت ادائها مع كل احترام لكل اعضائها وناس حبايبي واصحابي وكل حاجه، لكن كان في كتير بينتقدوا الكثير فالكثير، يعني الاكثريه كان بينتقدوا اداء اللجنه لعدم سابقه عملهم في اتحاد الكوره. انت ما تجيب 5 قامات محترمه وتقولهم اتفضلوا اتحاد الكوره وهم مش عارفين ولم يتعاملوا اداريا. اتحاد الكوره ليه امور معينه وليه اوضاع معينه وليه منظومه تحتاج حد من ولادها يكون موجود فيها، حد مارس الحياة الإدارية في اتحاد الكرة. فأنا بكلمك لما تقولي رأيك أقولك لا، أحمد مجاهد تحديدا كان أفضل من يتولى في المرحلة دي، عشان دي مرحلة انتقالية لاختيار مجلس جديد منتخب، وهو من أول يوم قالك أنا مش هخش الانتخابات اللي جاية، فبالتالي بيتعامل بحيادية، بيتعامل وبعدين الناس بتنتقده لأن الناس مش موجودة في الموقف. أنا بكلمك عشان أنا عشت 7 سنين في اتحاد الكورة من أول يوم 1 يناير 2013، قلت لهم أنا حزين إن أنا جيت هنا، أنا ما كنتش متخيل الوضع كده، أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا ضابط شرطة وكنت واخد أجازة بدون مرتب من وزارة الداخلية، يعني من حق أرجع تاني يوم. فقلت لهم أنا ما أقدرش أكمل معاكم، ليه؟ أمور مختلفة تماما، اللي بيحصل جوه مختلف عن اللي في الشارع، فاللي في الشارع شايفك دايما غلطان غلطان غلطان، انت اللي بتجيب حكم غلط، انت اللي بتجامل نادي على حساب نادي، الكواليس محدش يعرفها. عشان كده انا كنت دايما انتقد مسؤول اتحاد الكوره انه ما بيصرحوش انا خدت القرار ده ليه، باخد القرار واي حد يخبط دماغه في الحيطه. لا، انا كنت من انصار، ولما مسكت اتحاد الكوره مرتين، مره لما الاستاذ جمال علام المحترم قدم استقالته ومجلسه المحترمين كانوا قامات محترمه جدا، مسكت 3 شهور ونص 4 شهور درت اتحاد الكوره فيه، كنت ما باخد القرار بقول انا خدته ليه عشان يبقى معروف انتماءاتي، ما عنديش انتماءات، كنت دايما اقول انا مشكلتي محافظه الشرقيه اللي انا شرقاوي ونادي الشرقيه ووزاره الداخليه نوادي الداخليه اتحاد الشرطه ونادي الداخليه، تقول الكلام ده صراحه لكن ما بجاملهمش على حساب حد. فبالتالي بقول لحضرتك لا، يعني المهندس احمد نجاهد بقى موضوع بند المجاملات ده مش موجود عنده اصلا، فبالتالي كان الافضل في هذه المرحله الصعبه.